هلو، كيف كل شو الاخبار؟ تتذكروا انا بفيديو يوتيوب اول سنه قلت لكم انه انا حاصدمكم بشيء، وكنت مختفي مشان اصدمكم صراحه. فحاب اقول لكم انه انا خطبت، حتعرفوا كل شيء بالتفصيل قريبا، فخليكم جاهزين الا ما يجي هاليوم ابن الكلب. والله هي بس فكره انه صار في متاخر فبنكد، وانا يعني بحب الصبح اكثر من الليل. لما في بالليل او لما يجي الليل تجيني هيك نسبه كابه هيك تلف. فانا بس عفيق بالليل يعني اخر فتره، فاليوم الحمد لله كمان فقت بالليل بس صورت. وفوق كل هيك كنت قاعد بنزع الجيم مشان احسن هيك مظهري الخارجي لاني صاير قد البقره. لا، انبسطنا كثير. اي والله. لا، ما عندي زباله.